الثلاثاء 25 من ديسمبر 2018 في عرب وود الليلة. يا حبيبي أبغى بوفتيك مش ترمس أبغى شيز كيك. يا حبيبي أبغى بوفتيك مش ترمس أبغى شيز كيك. حسن الرداد ودنيا سمير غانم هل هيجمعهم عمل جديد؟ ورد الخيال ترفض تصريحات نادين الراسي. ما بوافق بهذا الرأي أبداً. كل حدا عنده نجاح وكل حدا عنده نجومية وكل حدا عنده شعبية. أنا كملحن أنا كتير بشتغل على الأفكار الجديدة وبؤمن بالشباب. ماذا تفعل أنغام وأسماء المنور مع مروان خوري في أبو ظبي؟ من الأنسب لتقديم حياة محمد صلاح على الشاشة؟ تعملوا فيلم لصلاح محمد صلاح؟ أنا مش فيه؟ أنا كلي صلاح. ريتشارد دونر وبراين سينجر مخرجين طردا من أعمالهم. أنا بعمل أغنية باللهجة المغربية ودي أول مرة بغني اللهجة المغربي. رنا سماحة لأول مرة بالمغربي. كلمني رديتك رد طمني عليك. الشائعات ولاحق أحلام. أصلا ما طلع لشنب. أصلا صوته مش حلو. شو ملابسة خلنا لحتي. إيه ده انت قرعي؟ طول شعر زي البنات كده ليه؟ تخويا كده ليه؟ بتروح تاكل شو؟ لابسة كعب عشان قصيرة. شوف الميك اب بشع. هل أقنع بوي باند شيماء سيف بالغناء؟ نقول لها شاكرين جدا جدا إن هي طلعت معانا في الكليب. الناس كلها أصلا كل اللي اتفرج على الكليب أول ما تيجي شيماء يقوم أهلا بيكم من جديد. من أبو ظبي هنبدأ معاكم حلقة النهاردة مع المؤتمر الصحفي لإطلاق برنامج المسابقات والمواهب الجديد الزمن الجميل. البرنامج هيضم في لجنة تحكيمه النخبة من ألمع نجوم الغناء في الوطن العربي زي أنغام من مصر، أسماء المنور من المغرب، ومروان خوري من لبنان، واللي بنشوفهم في عمل واحد لأول مرة. انطلق المؤتمر الصحفي لبرنامج المواهب الزمن الجميل واللي هيعرض على شاشة أبو ظبي في فبراير القادم. وحضر المؤتمر لجنة التحكيم المكونة من أنغام ومروان خوري وأسماء المنور. وأنغام عرفتنا المقصود من اسم البرنامج. نوع معين من الغنى، شكل أداء معين، تفاصيل بندقق عليها يعني احنا في اللجنة مع الأصوات. والحقيقة ان لقينا يعني أصوات كتير الحمد لله عندهم غنى حلو أصيل. وكمان كان من ضمن الحضور عبد الرحمن عوض الحارثي المدير التنفيذي لشبكة أبو ظبي، قال لنا الفرق بين البرنامج والبرامج التانية. مركز على نوعية معينة من الأغاني الكلاسيكية الطربية يعني، فهذا الفرق اللي راح يكون. الحكام أيضا يحكمون على الصوت فقط بدون ما يشوفون الصورة في أول أربع حلقات، في الحلقة اللي هي التصفيات العشرين بعدين يشوفون الأشخاص. البرنامج استقطب 8600 مشترك من كل أنحاء الوطن العربي. ومروان خوري كعضو لجنة التحكيم ليه مهمة قوية جدا بس كملحن. أنا كتير بشتغل على الأفكار الجديدة وبؤمن بالشباب، بؤمن بنفسي أنا كشاب وبالأعمار اللي عم تطلع أنه لازم أقدم له شيء جديد كمان. أنا ما فيني عدلهم القديم، بس ببرامج للهوات بيكون كتير رائع أنه هن يرجعوا يقدموا حالهم من خلال هالأغاني هذه. ومع انتشار برامج المواهب عبر القنوات، دكتور علي بن تميم مدير عام أبو ظبي للإعلام واللي عرفنا منه الهدف وراء إطلاق البرنامج. بعث وأحياء الأصالة دون التخلي عن حوافز التجديد وحوافز تبني الشباب والنشأ والمواهب. وبما أن أسماء المنور لها خبرة في برامج المواهب كعضو في لجنة التحكيم، فعبرت عن استفادتها من البرامج دي في حياتها المهنية. صراحة الحمد لله أنا محظوظة، تراكم التجارب هذه مفيدة لي أنا تحت في كارير ديالي كأسماء المنور. أنه كتشوف مثلا في التجارب الثانية اللي هي تعتمد على البوب وحتى الأغاني الكلاسيكيات الموسيقى العربية، أنه تسمع الشباب فين واصلين بسمعهم ذوقهم شو الأشياء المؤثرة فيهم، وهذا غيفيدني أنا في اختياري لأغاني اللي كنقدمها في ألبوماتي. We'll be right back.
بننتقل دلوقتي لزميلتنا سلمى الأزاز في النيوز روم ونشوف مجهزة لنا ايه معاها النهاردة. مساء الخير يا سلمى. مساء الخير جوري. من لبنان نوجه معتصم النهار رسالة خاصة جدا عبر عرب وود، كان فيها لفتة حب وضحك لنادين نسيب نجيم اللي يبدو كده ان هيجمعهم عمل قريب جدا، فهل هو هيكون حبيبها المنتظر؟ بتشكرها اكيد وبفتخر وبنبسط انه رح نتعاون ورح نشتغل مع بعض. انسانه مثل نادين مرتاحه مع حالها ومع مشاعرها، هذا الشيء كثير مريح لإلي. اكيد انا كممثل رح يكون في شراكه بيناتنا، اكيد بيريحني وان شاء الله يكون متبادل بيني وبينها. وزي ما شفنا في بدايه الحلقه مدى انشغال انغام بتصوير حلقات برنامج الزمن الجميل في ابو ظبي، هنجد ان ده اثر عليها وحرمها من انها تحضر عيد ميلاد ابنها عبد الرحمن في القاهرة، وبالمناسبة دي حبت انها توجه له رسالة خاصة وحصرية عبر عرب وود. حبيبي عبد الرحمن، طبعا بقول له كل سنة وهو طيب، ابني الصغير كمل 13 سنة النهاردة، بقول له كل سنة وانت طيب حبيبي، واسفة جدا اني لاول مرة من يوم ما ولدته وما كنتش معاه يوم عيد ميلاده، بس الظروف حكمت بكده، ظروف الشغل والبرنامج، وكان صعب انه يكون حتى معايا النهارده يعني في ابو ظبي، ويعني بس ان احتفلنا بيه وناس كتير احتفلت بيه على السوشيال ميديا وزمايلي هنا والناس كلهم، حقيقه كان لطاف جدا، غنوا له في عيده، وهو شاطر، هو كمان يعني شخص مسؤول وعارف انه امه دلوقتي عندها شغل وعذرني انا عارفه، يعني هو عارف مقدر المسؤوليه. أحمد جمال هيتجوز ولا لا؟ سؤال أتعب كتير من معجبات أحمد جمال اللي دايما بيسأله عن ميعاد فرحه، وهو جاوب على السؤال المعضلة لما قابلناه. ياللي شمس الدنيا تطلع لما تطلع ضحكة منك. في البداية كلمنا أحمد جمال عن مشاريعه الفنية اللي بيحضر لها حاليا. أول حاجة إن شاء الله في أغنية سينجل هتنزل خلال العشر أيام الجايين. 2019 هيبقى فيها نشاط إن شاء الله كبير، لأن احنا طول فترة 2018 بنحضر، هيبقى فيها الألبوم إن شاء الله، هيبقى فيها سينجلز تانية، هيبقى في حفلة في باريس إن شاء الله في شهر فبراير، يوم 9 فبراير إن شاء الله بنحضر لها من دلوقتي، تكون حفلة كبيرة ليلة عبد الحليم حافظ، بنحضر لها إن شاء الله تبقى حفلة حلوة. علي المزيكا علي علي علي، احنا في لحظة تجالي علي علي. أحمد أعلن إنه بيعيش قصة حب وستتوج بدخوله القفص الذهبي قريبا. لسه الفرح بس نعلن الخطوبة الأول وبعد كده لسه الفرح قدامي شوية لسه. تسمحي برقصة هدية، تسمحي لقربي منك، حلم عمر تكون راضية عن وجودي بس جنبك. وما هو السبب وراء إخفاء شريكة حياته عن الإعلام حاليا؟ لا خالص والله، أنا مش عايز أشغل الناس وأشغل بس الدنيا بالموضوع، قد ما أنا مركز دلوقتي في إن إحنا شغالين في الألبوم، شغالين في أغنية جديدة، وشغالين في بروفات للحفلة، وشغالين في حاجات كتير، فكانت الفترة اللي فاتت دي كلها مفيش وقت، فمش عايز بس كنت أشغل الدنيا، لكن إن شاء الله خلاص إحنا خلصنا كل حاجة وهنعلن قريب كل التفاصيل. حلو الكلام ده والانسجام ده، معرفش ليه إحساسي بك عالي النهاردة، بضحك من قلبي طول ما أنت جنبي، الدنيا فاتحة إيدها وكل حاجة وردة. عرب وود الليلة. ضبطت دماغي وعرفت انا وافكر ليه. تصبح على خير. عودة بوي باند بكليب جديد بتوقيع دايلر. الفكرة جت في انه الجمهورين نفس تقريبا السن. والله القديم هذا قديم، ما ادري من اللي طلع، حسبي الله عليك، كان لك هدف. شائعات 2018 تلاحق نجوم الخليج.
عرب ود يرافق رنا سماحه في الكواليس. ان شاء الله مسافر المغرب عشان اسجلها في المغرب، والنهارده احنا بنصور الاغنيه كلمات يونس ادم والحان مروان اصيل وتوزيع اشرف بن صفيه. ورد الخال تخلق حاله عشق بينها وبين الجمهور اللبناني. ورده المسلسل عن جد يعني قديش قدرتي تبكينا تعصبينا تضحكينا. بننتقل دلوقتي الكواليس تصوير احد اغاني رنا سماحة اللي ما استقرتش على اسمها حتى الان. ولاول مرة هنشوف رنا بتغني باللهجة المغربية، لكنها اختارت تصوير الاغنية في القاهرة. كاميرا البرنامج اتوجدت داخل الكواليس وكان لينا بعض اللقاءات. انا بعمل اغنية باللهجة المغربية ودي اول مرة بغني اللهجة المغربي. ورغم انها المرة الأولى لرنا باللهجة المغربية إلا انها كانت في حالة من الحماس الكبير. ان شاء الله مسافر المغرب عشان اسجلها في المغرب، والنهارده احنا بنصور الأغنية كلمات يونس ادم والحان مروان اصيل وتوزيع اشرف بن صفية. الكليب من اخراج سامي بوساط، وهذه المره لم تكن الاولى اللي بتجمعهم بعمل سويا، وايضا بتجمعهم صداقه كبيره. هو الاغنيه مغربي بس باللغه البيضاء يعني، وعاملين فكرايه كده ان هي عارفه العلاقات الزوجيه الكوميديه دي، عاملين حاجه كده في الانترو ليها، وبعد كده لاعبين الموضوع كله ارت وورك. سامي من الناس المخرجين الشاطرين جدا، بيحب شغله قوي، مجتهد جدا، بيطور نفسه دايما، انا برتاح في الشغل مع سامي. ومن الواضح ان رنا بتفضل العمل مع الاشخاص القريبه منها اكتر، فالستايلس الخاص بيها هي شقيقتها رودي. رودي مش اول مره، رودي بقالها فتره هي اللي بتلبسني في الايفنتات وفي الحفلات وفي اي حاجه تخص الشغل يعني، فقررنا نتجنن فلقيتها متجننه معايا فعملنا اللي احنا عاملينه النهارده. تجربة تمثيلية هتخدها رنا في خطواتها الفنية القادمة. مسلسل أفراح إبليس الجزء الثاني سيتم عرضه في خلال الأيام القادمة، في نفس الوقت هنكون بنصور الجزء الثالث لأفراح إبليس إن شاء الله. انتشرت أقاويل مؤخرا عن زواج رنا سماحة من الفنان طارق صبري. والله يا جماعة أنا لا اتجوزت ولا خلفت ولا اتخطبت ولا ارتبطت ولا أي حاجة، أنا لسه سنجل، مركزة في شغلي جدا، مركزة الفترة الجاية في كل الحاجات اللي أنا هعملها إن شاء الله، وبس علاقتي بطارق زمايل وفي حاجة قريب هتجمعنا شغل إن شاء الله، مش هنقول، مفاجأة. ميرسي. الشائعات أصبحت تلاحق نجوم الخليج من وقت للتاني، لكن هذا العام زادت بشكل كبير، فمنهم ما لاحقته شائعات الاعتزال والمرض وكمان الوفاة، وكانت أحلام من أبرز النجوم. عاش الفنان عبد المجيد عبد الله فترة من النشاط الفني هذا العام بطرحه عدد من السينجلز. انتشرت شائعات حول إصابته بمرض نادر منتصف العام، وذلك بسبب اختفائه لفترة صغيرة عن الأضواء، ولكن سرعان ما نفى المشرف العام على الحفلات بالسعودية عبد الله مخارش، وأكد إن سبب غيابه هو إجراءه فحوصات طبية أجراها بشكل دوري بألمانيا وأمريكا. اشتاق لك يا حياتي عسى يردك حنينك. وفي الوقت نفسه انتقل حسين الجسمي الى المستشفى اثر اصابته بوعكه صحيه، فاسهم ذلك بانتشار اقاويل تفيد باصابته بشلل بذراعه الايمن، ولكن نفى شقيقه صالح الجسمي ذلك واكد ان شقيقه بصحه جيده، واضاف ان مصدر هذه الشائعات سيده مجهوله تتواجد بروسيا. وتمشى تعشى وخد مركب واسهر عني، عمرك ما تحس هنا بغربة.
الأمر نفسه حدث مع إلهام الفضالة اللي احتفلت بزفاف ابنتها مؤخرا، وانتشر منذ أيام فيديو ليها على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيها أنها أصيبت برقبتها بسبب تعرضها لحادث سير، وسرعان ما نفت ذلك بفيديو نشرته عبر حسابها بسناب شات، وأكد فيه أن الفيديو المنتشر قديم وأنها تتمتع بصحة جيدة. طبعا للحين الاتصالات على سالفة الحادث، والله العظيم هذا قديم ما أدري من المطلعة، حسبي الله عليك كان لك هدف. أما شائعات الاعتزال فلاحقت هذا العام محمد عبده، حيث انتشرت أخبار تفيد باعتزال فنان العرب بعد حالة الحزن التي عاشها عقب وفاة شقيقه، وطمن محمد عبده جمهوره وأكد أن ما تردد ما هو إلا شائعات سخيفة. يلي في عز احتياجي رحت عني وخاب ظني. كذلك ناصر القصب الذي كان مادة خصبة للشائعات هذا العام، خاصة مع شائعة اعتزاله الفن نهائيا دون أي مقدمات، مما دفع القصبي لنفيها من خلال مداخلة تلفونية بأحدى البرامج، وأكد من خلالها بأنه بيجهز لأعمال فنية جديدة. كمان انتشرت شائعات من قبل تفيد بوفاة القصبي، ولكنه قام بنفي ذلك عبر حسابه على تويتر وقال: شكرا لكم جميعا ولمن سأل عني، أنا بخير الحمد لله، محبة الناس كنز عظيم، شكرا مرة أخرى من القلب. خصوم عليك يومين عشان تعرف كيف تتحدث مع مديرك باحترام وتهذيب. وحين تذكر شائعات الوفاة لابد أن يذكر اسم راشد الماجد، فمنذ أعوام ودائما تنتشر شائعات وفاته، وهذه المرة قيل أنه توفى في حادث سير. وكذلك تداولت شائعات وفاة حياة الفهد بأحد مستشفيات الكويت، وكان لأحلام حظا من هذه الشائعات، حيث تردد بعض الأنباء حول طلاقها من مبارك الهاجري، ولكن نفذ ذلك عبر تويت كوميدي عبر حسابها على تويتر. والأمر مختلف تماما مع هند البلوشي، فمن بعد نفيها شائعات طلاقها من مشاري العوضي عدة مرات، جاء العوضي ليؤكد عبر حسابه بإنستجرام أن طلاقهم تم منذ عامين. وبننتقل دلوقتي للبنان اللي هنلاقي فيها ورد الخيل خلقت حالة من حب الناس، ده من خلال دورها في مسلسل ثورة الفلاحين. وعلى الرغم من ده إلا أنها رفضت تصريحات نادين الرأس الأخيرة، كل ده هتكلمنا عنه ورد في اللقاء اللي جاي. فنتوقعش مش منيحة تبقى تسي إنه من منيحة، كان ختامها حلو بالمسلسل. بالرغم من عدم سعادة ورد الخيل بعام 2018 إلا أن النجاح الكبير لدورها بمسلسل ثورة الفلاحين كان مسك ختام العام، وتم تكريمها عنه أكتر من مرة. حلو الانتقام رامي، بريح كتير، بيعطيك شعور باللسه. ورد كمان من أبرز الفنانين الداعمين للوجوه الشابة من الفنانين اللبنانيين. الوجوه الجديدة ما بتزعلوا أنه عم ياخدوا هيك كمان، عرفت شو؟ ضو يا أكيد، شو عم نشتغل شو عم نشتغل، كلنا عم نشتغل، في بداية لكل حدا. ويمكن ده اللي خلى سارة أبي كنعان تقتحم التصوير لتؤكد لنا دعم ومساندة ورد ليها. وردة المسلسل عن جد يعني قديش قدرتي تبكينا تعصبينا تضحكينا تعرفينا، لا وما هذا كله قديش يمكن شريرة بالدور، قديش مش ممكن ما تتعاطف معها، مش ممكن تقلب بثانية. صنفت أخذ مني الصبي بل ولأنه خلق ميت. معجبة بسارة ومعجبة بكل الأشياء اللي عم تعملها من وقت ما بلشت، دايما حريصة على التنويع على التجديد. ورد من المسلات اللي كتير مرتاحين مع نفسهم، واللي كتير ما يعني في عندك المسلات يمكن ما بيقولوا للشخص انه برافو انت عم تعمل شغل. انا بتحدى انسانة فنانة حافظت على حالها وصلت لهون وبقيت واقفة على اجريها مع كل عم تقطع فيه قصتي حتنقرى، حدا قدر يوصل للي انا قدمته. نادين الراسي سبق وصرحت بان شعبيتها ونجاحتها تخطت كل الفنانات، فما رضاها. ما بوافق بهذا الرأي ابدا، كل حدا عنده نجاح وكل حدا عنده نجومية وكل حدا عنده شعبية، ما بعرف كيف قلتها بأي طريقة، بس لا كلهم عم يشتغلوا، الشباب الجديد واللي مثلنا نحن بنفس بجيلنا عم نقدم أحلى ما عم نقدر وعم نقدم خطوات لقدام. بعد قليل فعربود نقول لهم عمل حركة بس عدوا حسن رداد نجم الليلة. بستحمى كتير بصراحة في الصيف، في الشتاء بستحمى قليل بقى.
حابب نفسي جديد بوي باند ودايلر في العام الجديد. اي حد هيتغير فيه اي حاجه او اي حد لو كان شكله غير او كانت حاجه في ربنا خلقها غير هو المفروض يبقى تمام بيها يتبسط ويكبر دماغه من اي حاجه. قابلت حد في تصوير شاب يعني قابلته في تصوير مسلسل عزمي واشجان كان عامل دور محمد صلاح بالظبط شبهه بالظبط. انا نجوم ياك تليفون حول محمد صلاح. ايه يا عم ساديو كده تنزل مصر تخطب وما تدينيش خبر؟ ابو صلاح لا تؤاخذني لقد عملناها عديه. ربنا يبارك لك يا برنس. افلام نجحت على حساب مخرجيها. أنا حابب شكلي وطريقة أكلي، أنا حتى مشاكلي بطنشها. بالكلمات دي فاجئ فريق بوي باند جمهوره العربي بإطلاق أجدد أغانيه المصورة بعد غياب وهي حابب نفسي. مش بس المفاجأة كانت في إطلاق الألبوم، لكن كمان بمشاركة اليوتيوبر السعودي الشهير دايلر. أما المفاجأة الثالثة بقى يا خليل هي مشاركة شيماء سيف في الكليب. عايزه بقى ابتدي معاكم بالكليب حابب نفسي. ما شاء الله يعني نسب المشاهده على يوتيوب دلوقتي بقت 4 مليون تقريبا في وقت قصير جدا. وديو مع دايلر، عايزه اعرف بقى ايه التفاصيل واشمعنى اخترتوا ان انتوا تعملوا الكليب ده بالذات ديو مع يوتيوبر سعودي؟ بصي هي الفكره جت في انه الجمهورين نفس تقريبا السن، يعني احنا الجمهور بتاعنا تين ايجز بيبدا من ولاد صغيرين لحد سن المراهقه نفس الكلام من الناحيه الثانيه. فده اللي جت فكره الجمهور المصري والجمهور الخليجي في ان تتعمل لهم اغنيه بنفس نفس لنفس الجمهور. انا عايش وعليا طريقتي والحته بتاعتي ومنطقتي ومحدش ليه انه يقول لي انا هعمل ايه او يحسب. بس فكرة الكليب تحديدا كانت بتاعت مين وجات ازاي؟ خصوصا ان احنا شفنا يعني مثلا كان محمد جمال كان بلاك اند وايت وكان وشين واحد بلوند كنت عامل واحد محمد وواحد انا. محمد جمال كان عامل تخين وانت كمان كنت عامل ايه؟ صومالي. صومالي صومالي كان عامل صومالي. الدنيا بسيطة وكله تمام بعد ما عملنا الاغنيه ابتدينا نشتغل على فكره الفيديو. ففكره الفيديو كانت لازم حاجه تبقى ماشيه مع فكره انا حابب نفسي، فبدانا نشتغل على انه ايه الحاجه اللي ممكن ناخدها العكس بتاع كل واحد. فمحمد مثلا ابيضاني وشعر اصفر بقى سوداني وشكل كاركتر بكار، محمد عملنا له كاركتر نص ونص عشان هو اسمراني فلو بقى النص التاني بتاعه ابيض كذا، انا بقيت وزني كبير، وانه في الاخر وير فاين ود فكره اي حاجه اي حد هيتغير فيه اي حاجه او اي حد لو كان شكله غير او كانت حاجه في ربنا خلقها غير هو المفروض يبقى تمام بيها يتبسط ويكبر دماغه من اي حاجه. يا رجال اصلا ما طلع لي شنب اصلا صوته مش حلو. شو في ملابسه كان لفتي ايه ده انت قرعان طول شعر زي البنات كده ليه؟ رفيع كده ليه؟ ما تروح تاكل شو لابسه كعب عشان قصيره شوف الميك اب بشع. كمان كان في مشاركه شيماء سيف بس شفناها في لقطه صغيره كده، هي كانت فكره اصلا المشاركه ازاي وليه ما خدتش مثلا مساحه اكبر بما انها برضو ستار يعني؟ اوكي هي اللي حصل بالظبط ان شيماء كلمتني في التليفون واحنا بنصور واحنا في اللوكيشن. فقلت لها على فكره انا بصور كليب وعامل كاركتر ان انا طالع وزني تقيل وكلبوز وكده. وهي كانت مخلصه حاجه وراجعه حاجه كده، فقلت لها لو عايزه تعدي عليا وانت جايه عدي عليا. جت فقالت لي قلت لها ما تيجي نطلع مع بعض حاجه زي كده يعني انه جت الفكره ان احنا نطلع مع بعض. فهي طالعه كجاست ستار يعني احنا طبعا بنقول لها متشكرين جدا جدا ان هي طلعت معانا في الكليب. الناس كلها اصلا كل اللي اتفرج على الكليب اول ما بتيجي شيماء يقوم وافكر ليه تصبحوا على عايز اسالك يا هشام بقى انت ليه بتعمل فيهم كده؟ يعني مش بس في الكليب، لا انت في الحياه العاديه دايما بشوف انك بتعمل فيهم حاجات عجيبه يعني ينطوا من الطياره ومؤخرا كانوا منطين من برج في دبي. نط الطياره كانت فكرتي. دي الطياره اللحظه اللي الواحد بينزل فيها دي مرعبه بقى، يعني ياخد قرار ان انا محمد عمل ايه؟ محمد فقد النطق قبل ما النطق، يعني ابتدينا قبل ما النطق انا كنت بقول له ايه تمام مش عارف ايه الصوت عالي جدا فمش سامعين مش سامعين بعض فبنشاور لبعض انه تمام انت كله تمام وبعدين محمد انا تمام عيش من غير امتى وفين وليه واعمل اللي نفسك فيه ما فيهاش اي مشكله.
بعد حبيب نفسي بقى ايه الجديد؟ اغنيه ولا فكرت تعملوا حاجه ثانيه؟ احنا كده كده المفروض انه بتنزل اغنيه يوم واحد من كل شهر، وفيديو زي التشالنجز والافكار دي يوم 15 من كل شهر. على قد ما نقدر نحاول نلتزم بده، ساعات ظروف امتحانات، ظروف ضغط الشغل نفسه او بيخلينا مش بنعرف قوي، بس على قد ما بنقدر بنحاول نعمل كده. ان شاء الله المفروض انه ان شاء الله يوم واحد هينزل فيديو ميكنج تاني من حابب نفسي، وبعد كده نبدا نشتغل على اغنيه جديده. كبرت دماغي وعرفت انا وافكر ليش. تصبح على خير. تكون مخرجاً وتبدأ في تصوير فيلمك لا يعني بالضرورة أن تكمله، وأبرز الأمثلة على كده ريتشارد دونر وبراين سينجر. البداية مع سبارتاكوس، حيث قام كيرك دوغلاس بطرد أنتوني مان من على كرسي الإخراج بسبب شعوره بأنه بيفتقد الثقة أثناء إخراج هالملحمة التاريخية. وكان أنتوني قد صور مشهد واحد بس ليتم الاستعانة بعدها بستانلي كوبريك لإخراج الفيلم يلي عرض عام 1960. وشارك ببطولته عدد كبير من النجوم مثل لورنس أوليفييه، جين سيمونز، بيتر يوستينوف وتوني كورتيس، وحصد 4 جوائز أوسكار من ضمن 6 ترشيحات. We're marching south to the sea, and we'll smash every army they send against us. Put them on a horse. وبيجي من بعده فيلم سبايدرمان 2 يلي تم طرد مخرج ريتشارد دونر من بعد ما كان الاتفاق مع شركة الانتاج على تصوير الجزء الأول والثاني بنفس الوقت، ولكن حدثت مشاكل بين الشركة المنتجة وبين دونر من بعد تصوير 75% من مشاهد الجزء الثاني، وتم الاستعانة بريتشارد لستر لإكمال باقي المشاهد. ورغم ذلك حقق الفيلم نجاح جماهيري ووصل للمركز الثالث بقائمة أكثر الأفلام حصداً للإيرادات بموسم الصيف بأمريكا عام 1981. أما فيلم سولو ستار وورز ستوري فقد حدث خلاف بوجهات النظر بين شركة لوكاس فيلم والمخرجين فيل لورد وكريستوفر ميلر أثناء تحضيراته، مما أدى للاستغناء عنهم والاستعانة برون هاورد. وتم عرض الفيلم هالعام، وشارك ببطولته كل من ألدن أيرون رايك، وودي هارلنسون وإميليا كلارك ليحقق الفيلم إيرادات اقتربت من 400 مليون دولار. What you really are. What's that? أخيراً مع فيلم بوهيميان رابسودي يلي بيحكي قصة فريق كوين الغنائي، وكانت شركة 20th Century Fox قررت طرد مخرج براين سينجر بسبب كثرة تغيبه عن موقع التصوير لظروف صحية أصابت عقلته. وقال سينجر أنه الشركة المنتجة رفضت إعطائه إجازة من التصوير للإطمئنان على عقلته، وتم استبداله بالنهاية بداكستر فلاتشر. الفيلم من بطولة رامي مالك، توم هولندر وأيدن جيلن، واستطاع تحقيق نجاح كبير على مستوى الإيرادات.
بعد الفاصل الليلة حسن الرداد في ضيافة عرب وود. سك 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 بالعصير والموضوع ما فيهوش تفكير وسك سك. كلبي هيخش البيت على جثتي. من الأنسب لتقديم حياة محمد صلاح على الشاشة؟ محمد صلاح. محمد صلاح ساحر قلوب الملايين، ولو فكرنا في لحظة ان حد من الفنانين يقدم قصة حياته في عمل فني، شايفة مين انسب واحد يا جوري يقدم دور محمد صلاح؟ بص هو سؤال صعب شوية، بس من ناحية الشكل نقدر نقول ميدو عادل هو اللي يقدر يعمل شخصية محمد صلاح. هو فعلا ميدو عادل قريب شوية من الشكل، بس شوية. خلونا دلوقتي نروح لنجومنا ونشوف هم رشحوا مين يقوم بدور محمد صلاح. اختار يوسف الشريف طبعا، كفة يوسف الشريف بترجح بالنسبة لي. يوسف الشريف. لا يوسف الشريف. يوسف الشريف. نقول يوسف الشريف أقرب. متماشى مع محمد صلاح يوسف الشريف. رغم ان كتير من الفنانين اختاروا الفنان يوسف الشريف لتمثيل شخصية النجم العالمي محمد صلاح، الا ان البعض فكر بره الصندوق. مش ممثل خالص معروف. انا شفت قابلت حد في تصوير شاب، يعني قابلته في تصوير مسلسل عزمي واشجان، كان عامل دور محمد صلاح بالظبط، شبهه بالظبط النسخة طبق الاصل. ايه يا عم ساديو كده تنزل مصر تخطب وما تدينيش خبر؟ ابو صلاح لا تؤاخذني لقد عملناها عدية، ربنا يبارك لك يا برنس. وطبعا كان في اختيارات تانية، احمد السقا او احمد حلمي. علي ربيع. علي ربيع نفس الشكل اصلا. نجرب نشوف ظافر، لانه طبعا ظافر ما عملش الدور ده قبل كده. واتمنى بعض الفنانين انهم يمثلوا شخصيه صلاح، لكن المفاجاه كانت الفنان بيومي فؤاد. تعملوا فيلم لصلاح محمد صلاح؟ انا مش فيه، انا كلي صلاح. مين اللي بيرشح؟ طب ما ينفعش ترشحوني انا في الدور ده؟ احب اعمل دوره، بس انا حتى ما اظنش اني هعرف اعمل دوره، لان هو فعلا شخصيه مش بسيطه وشخصيه مركبه. اما الفنانه دينا فاختارت صلاح نفسه لتمثيل قصه حياته في عمل فني. محمد صلاح. كمان الفنان اكرم حسني كان ليه راي مختلف. السؤال صعب ومفاجئ، بس يعني انا بحب احمد مالك قوي، يعني انا بشوفه شاب صاعد وناشئ وموهوب، اعتقد ممكن يعمل محمد صلاح بشكل حلو. ودي كانت رسائل الفنانين لمحمد صلاح. عايز اقول لصلاح ان انت شرف لينا كلنا، رافع راسنا في كل المحافل الدوليه، اصبحت ايكون ودخلت التاريخ شئت ام ابيت. هو زي السوبر هيرو بتاع العرب بجد. هو ده برضو بطلوا نق عليه ويبعد عنه العين ويخليه لنا، لان هو بيفرحنا. الغموض اسكيب روم بأربعة يناير. الفيلم من بطولة ديبورا آن وولد وتايلور راسل، وبتدور أحداثه حول ست أشخاص بيلاقوا حالهم بظروف خارجة عن إرادتهم داخل غرفة مغلقة، فبيستخدموا ذكائهم حتى ما يموتوا. أما ب 11 يناير فرح يصدر ثلاث أفلام، وهن The Upside لكيفن هارت، براين كرانستون ونيكول كيدمان. وبيدور الفيلم بإطار كوميدي حول رجل ثري بيعاني من الشلل النصفي، بيستأجر مسجل خطر ليساعده، وبتنشأ علاقة صداقة بيناتهم. بجانب فيلمي ريبليكس لكيانو ريفز وأداكس واي هوم لباري واتسون، ويلي بيحكي عن كلب بيسافر لمسافة بعيدة للبحث عن ميكو. وب 18 شهر رح يصدر بدور العرض السينمائي فيلم جلاس لبروس ويلس وجيمس ماكافوي، وبتدور أحداثه حول حارس أمني يدعى ديفيد دون، بيستخدم قدراته الخارقة ليقضي على رجل عنده 24 شخصية.
رح يعرض ب 25 من الشهر ثلاث أفلام أخرى وهن سيرينيتي لماثيو ماكونهي وآن هاثوي، وفيلم كينج أوف ثيفز يلي بيحكي عن مجموعة من المحتلين بيقوموا بإنجاز سرقة كبيرة بأحد ضواحي لندن. الفيلم من بطولة مايكل جامبن وتشارلي كوكس. You switched them. Yeah, you treacherous slags. Whose side are you on? بالإضافة لفيلم The Kid Who Would Be King لباتريك ستيوارت وريبيكا فيرغسون، وبتدور أحداثه حول مجموعة من الأطفال بمواجهة قادم من العصور الوسطى. Why did you let us drive? Mario Kart. هنكمل كلامنا مع حسن الرداد، والنهاردة هنعرف منه هو ممكن فعلاً يقدم برنامج مع عائلة غانم؟ طب إيه أخبار الجيم والفورم؟ ده كله هنعرفه منه حالاً. عندي كم ساعة؟ والله عندي ساعات، بس أنا شخصيتي مش من بلبس الساعات دايماً تلاقيني بلبسها في المناسبات وكده، بس أنا عموماً ما بحبش أي قيود كده وألبس حاجات يعني كتير. احنا كل ما عمل حركة بس عيد اكلت ايه قبل ما اقابلكوا؟ والله كلاب ساندوتش بس من ساعتها لسه ما فيش طبيخ، ده لسه ما جاش بيتنا لغايه دلوقتي. يا حبيبي ابغى بوفتيك مش ترمس، ابغى شيز كيك. يا حبيبي ابغى بوفتيك مش ترمس، ابغى شيز كيك. مش ترمس ابغى شيز كيك. بغمس تحمى؟ لا انا يعني بستحمى كتير بصراحه في الصيف، في الشتاء بستحمى قليل بقى يعني عشان الواحد البرد والحاجات دي. الكلب يخش البيت ده على جثتي. لا لا سكسي يا سكسي 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 بالعصير والموضوع ما فيهوش تفكير وسكسي سكسي 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 بالشمام في الشارع هنبت وننام وسكسي سكسي يا سكسي. ما تنسوش بكره تحدي جديد من تحدي الركنه، ونجم التحدي بكره هي زيزي عادل. أنا كنت ساعتها عندي 17 سنة ومستعين بصديق، كنت بجرب في العربية بتمزج يعني وأنا بعمل كده. أنا بتحدى نرمين ماهر، أكيد كانت بقى عندها رخصة وكده، وبعدين كده كده احنا هنشوف دلوقتي. خلصت حلقة عربود الليلة وكان فيها ابغى بوفتيك مش ترمس ابغى شيز كيك. يا حبيبي ابغى بوفتيك مش ترمس ابغى شيز كيك. حسن الرداد ودنيا سمير غانم، هل هيجمعهم عمل جديد؟ ورد الخيال ترفض تصريحات نادين الراسي. ما بوافق بهذا الراي ابدا. كل حدا عنده نجاح وكل حدا عنده نجوميه وكل حدا عنده شعبيه. انا كملحن انا كثير بشتغل على الافكار الجديده وبؤمن اذا تفعل المنور مع مروان خطيف وضبي محمد صلاح على الشاشة. محمد صلاح أنا مش فيه، أنا كل صلاح دون وبراين سينجر مخرجين تقطع من الغنى لهجة مغربية لهجة مغربية. الشائعات ولاحق أحلام ما طلع عشان اصلا صوته مش حلو. شو في ملابسه كنا لفتي ايه ده شعر زي البنات كده ليه؟ طريقه كده ليه؟ ما تروح تاكل شويه لابسه كعب عشان قصيره. شوف الميك اب بشع. هل اقنع بوي باند شيماء سيف بالغناء؟ بنقول لها شاكرين جدا جدا ان هي طلعت معانا في الكليب، الناس كلها اصلا كل اللي اتفرج على الكليب اول ما تيجي شيماء يقوم وكده تكون خلصت حلقتنا للنهارده. استنونا بكره وحلقه جديده من عرب وود. وشكرا لمتابعتكم.